وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الأردنية عمان المحلل الاقتصادي حسام عايش. سيد حسام، ما تفسيرك لانخفاض الليرة التركية اليوم بنحو 3% دفعة واحدة؟ مما لا شك فيه أن مفعول الصراخ القس الأمريكي يعني يبدو أنه توقف عند الحد السابق له، وعدنا مرة أخرى إلى الوضع الاقتصادي حقيقي لتركيا، الأمر الذي دفع إلى هذا التراجع، خصوصا وأن هناك احتياجات كبيرة للعملة الأجنبية في تركيا، سواء لسداد ديون القطاع الخاص، وهناك سدود واجبة ديون واجبة السداد تقدر 146 مليار دولار، أو لمواجهة أعباء ارتفاع أسعار الطاقة حيث تركيا تعتمد عليها بشكل كبير، أو لمواجهة الأعباء المترتبة على ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية الذي أدى إلى يعني توجه الاستثمارات خاصة قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومنها السوق التركي إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي عاد مرة أخرى لكي يضغط على سعر صرف الليرة ويخفضها بالنسبة التي في ظل يعني توقعات بأن تستمر هذه الظروف التي تفضلتم بذكرها، ما الذي تتوقعه من إجراءات من قبل الحكومة التركية لتفادي مزيد من التضخم أو من انخفاض العملة؟ هو مما لا شك فيه أن المشكلة أنه يعني البنك المركزي التركي عمل على يعني تدارك الوضع ورفع سعر الفائدة بحوالي إلى 24%، ويعني وهذا رفع يزيد بنسبة 11.25% وربما أكثر عما كان عليه الحال في شهر نيسان الماضي من هذا العام. لا، وهذا واحد من الإجراءات. القضية الأخرى متعلقة بضبط التضخم عند مستويات أقل، يعني الحكومة تقول أن معدلات التضخم التي صارت 25% المعدل المتوقع لها في هذا العام 20-21%، متوقع أن في العام القادم إلى 16%، وهذا واحدا من الوسائل التي تعمل الحكومة على ضبطها. الأهم من كل ذلك أنها تحاول أن تقدم جملة من الإغراءات الإضافية للمستثمرين، وهذا يصدر بارتفاع أسعار الفائدة من جهة في الولايات المتحدة. أشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي حسام عايش، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.